لانهم محترمين منتخب زيمبابوي اكثر ويخليه هكذا يزداد في قضيه قبل الناس. كره وراح اسلام بكره في العمق من طبعا رياض وصلته هاي كره الدور راح رياض دخل رياض يوصل رياض رياض دخل كتاب رياض 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 بابا بطل يا سلام عليك يا يوسع رياض دور الجزائر عند الدقيقة 12 يا سلام كرة إسلام لرياض لمسة واحدة مراوغة واحدة تسديدة واحدة حطها في القائم ودخلت جول المنتخب الجزائري يفتح مجال التسجيل من رياض عند الدقيقة 12 من المباراة كم هي سهلة كرة القدم بالنسبة إليك يا أيها الساحر كم هي سهلة بالنسبة إليك كرة القدم يا رياض حطها ببراعة باليسرى في القائمة الأيمن وجول المنتخب الجزائري يفعل المهم في انتظار الأهم رياض بالبراعة والدقة رياض بالروعة والمهارة رياض بالإبداع والثقة والجرأة والتميز يفتح مجال التسجيل للمنتخب الجزائري يجب أن تثبت اليوم على الجهة اليسرى يوصلها لمعشي حاول التوغل عند الكرة معشي بيسرى السحرية يلعبها بينية حذري من الكرة هذه لصالح منتخب زيمبابوي وين يا بالخيطر وين يا مختار وين يا مختار وين يا مختار رايح انت وين يا مختار رايح انت وين جول لمنتخب زيمبابوي عن طريق معشي يا مختار يا بالخيطر من فضلك ابقى في مكانك لسنا بحاجة اليك الكرة هذه صدقة تقريبا بالنسبة للاعب معشي الذي وجد نفسه شوف 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 وين رايح يا مختار شوف شوف الكرة هذه وين رايح وين رايح الكرة والتسديدة الأرضية الزاحفة على يسار رئيس وهاب مبولحي حتى الكرة التسديدة هذه يا رئيس من زاوية تقريبا ميتة بعيدة تماما وليست قوية كثير وأرضية رئيس وهاب مبولحي مش عارف ما كنش تنتظر أنه يسدد في أي لحظة ممكن تنتظر يسدد معلش هدف التعديل لمنتخب زيمبابوي هدف أوسط هدف لا عليك الأرض قوس تفضل نبقى في المباراة ضربة جزاء صفرها حكم المباراة منطقية ومستحقها بينه واضحة بيدك وبرجلك وبكل شيء ضربة جزاء حقيقية صفرها حكم المباراة الإثيوبي أمام موتشيكوي أنا متأكد بأنه سيخرج عناصر المنتخب الجزائري ويخرجون كل ما لديهم موتشيكوي ورئيس وهاب مبولحي بثقته مركز كثير موتشيكوي ولكن التركيز لا يعني بأنك ستسجل يا موتشيكوي رغم أنك متميز اللاعب اللي يلعب في الدوري الصيني حارس لأمامك ليس صينيا وليس قصير القامة تعطيل تنفيذ الضربة بهذا الشكل قد يؤثر على اللاعب أكثر من رئيس وهاب مبولحي يرميها برا يا موتشيكوي هذه الضربة ضربة الجزاء في الدقيقة 28 من عمر المباراة مركز كثير لا يريد أن ينتبه أو يشاهد حتى مبولحي سجلها جول ببراعة موتشيكوي يسجل جول ببراعة عند الدقيقة 29 من عمر المباراة المنتخب الجزائري خاسر 2-1 أمام زيمبابوي قلت لكم قبل بداية الوصف افريقيا لم تعد افريقيا ومنتخباتها لم تعد منتخبات زمان والكرة لم تعد كرة زمان ومنتخب الجزائر لم يعد منتخب هذا لا يعني بأنه 2014 أفضل من هذا المنتخب حصلت فيه مشاكل بحال وأمور خلات الأداء يكون مهلهل ومزعزع بهذا الشكل وخلات الثقة يفقدوها اللاعبين طبعا هذا ليس كله حرارة ورطوبة نبقى نتكلم عن الحرارة والرطوبة معنا أننا نجيب الأسباب للاعبين لكن لحد الآن بعد 30 دقيقة لعب زيمبابوي أفضل وزيمبابوي تستحق التفوق بهدفين مقابل هدف واحد أمام صريحة واضحة رياض استلم الكرة ودخل رياض يواصل رياض راح رياض وجول قلت لكم سنعدل ومن يفعلها هو رياض وياسين هدف التعديل من رياض استلم توغل سدد وجول للمنتخب الجزائري الذي يعدل النتيجة ويعود هدفا لمثله ما صارت النتيجة رياض بثنائية بقات 7 دقائق ممكن تقضوا عليهم بهدف ثالث رياض استلم رياض قرر رياض راوغ رياض سدد رياض جول تعادل للمنتخب الجزائري يعود من بعيد